السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله كله بخير. طبعا اليوم رجعت وياكم بفيديو جديد. اكيد هو فيديو جديد يعني ما لها داعي تقولها. طبعا اليوم الجو كلش حلو، من الساعة كانت تمطر وريحة المطر تخبل، وامي هنا حارثة القاع راح تزرع بطيخ مدري رقي، وهنا راح تزرع ذرة اعتقد، لان كاتبة زرع الذرة ب 2012 ما ادري بيوم 12 2015. هاي الوردة لعيونكم باعها شلون حلوة، هاشتاق الغالين. وابو علاوة همين بعده اسمه موجود. اليوم طبعا جبت سيارة اوباما الرئيس الامريكي. افتح يا سمسم اطفالك نحن الابواب. طبعا هاي السيارة اسمها 300 او كلايسلر شلون ما سموها سموها. طبعا هاي من الصفحة احنا شديناها لهاي الويالة، وان شاء الله بعد اكو تعديلات عليها راح نسويها احلى واحلى. طبعا هاي السيارة كلش حلوة وسريعة وسياقتها رزنة، محركها 6 سلندر يعني بس تخلي رجلك. ابو علاوة خبرته جاي صيد بالشط، فراح نروح له بهاي السيارة نشوفه ايش كم سم كم طلع ايش كم عقروقة. ابو علاوة وين انت؟ انا جاي جسم مباشرة. جاي تسوي؟ لا صيد عقاريق. انت وين احكي؟ انا جايك بالطريق، ها راح اوصل لك بعد دقيقه. بعد لك 10 دقائق اذا ما كنت على البيت. والله لا والله جايك كذا بشقاك هسه طلعت من البيت. تعالوا خلينا نجرب السياره هاي. يا الله طبعا الداخل مالتها كلش حلو، وهذا الضوء مالتها على لون اخضر مدري ازرق هسه راح اشغله وتشوفوا اللون. اعتقد ما طالع بالكاميرا بس هو على لون اخضر او ازرق. شوفوا هذا جاي طوي يشتغل. هاي السياره ماخذين شكلها من سياره اوباما ومن سيارة الروز رايز، والدشبول مالتها ماخذين مثل سيارة روز رايز. طبعا هاي السيارة كلش حلوة ونفها يعني واحد ياخذ راح تبيها، يعني عريضة حيل، ومن قدام همين وجهها كلش عريض. طبعا جامتها كلش صغيرة، تحس نفسك صاعد بسيارة هامر. يا الله اوف سريعة حيل. اكثر شيء مشهور عندنا انه من واحد يخابرك تقول لي يلا دقيقه وراح اوصل لك، وانت بعدك اصلا ما طالع البيت. طبعا هاي السياره الهمر اللي كنت اقصد لكم عليها، شوفوا الجو مالتها شلون ضعيفه حيل. اليوم ابو علاوي جاي صيد على ذيك الجهه جوا ذاك الجسر، فراح اروح اصعد الجسر وانزل له من هناك. طبعا هاي المسافه بعيده فراح استخدم السكوتر مالتي، ما بيحل كل هاي المسافه امشيها، لازم اصعد على هذا. هذاك انا، ذاك جاي يشوفني، هذاك انت. شفتني جاي اشر لك بيدي. لا والله لا اشوفك. ادري وين مطير عيونك، ما تقول لي فوق الجسر، باوع جوا الجسر هنا. انا اكره شيء اسمه مرتفعات. يوم لك ويوم عليك، كان شايلني هسه انا اشيله اللي اندرج. اضحك اضحك. مبين مطلع سمشتين وعقروقه. ابو علاوي شلونك؟ غالي وغالي، شو اخبارك؟ شلون صحتك؟ شكو ماكو؟ عم السلام عليكم، شو اخباركم؟ والله مشتاق لكم. والله مشتاق لك اكثر. والله من الثلاثة اجيت لحنسى كل شيء ما صايد، كتهني. تعرفون شو كتهني؟ كسو خابرني يلا ويلا. ابو علاوي شو مطلع؟ عقروقه، سلحفات، قاعد هنا درنفيس. ايش مر؟ ابو علاوي تتذكر اول فلوق هنا؟ كنا نسوي فلوق هنا، اول فلوق سويناه هناك. ابو علاوي سوقه. رمض. امشي هناك. يلا يلا عليك يلا 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 والله. اليوم مشيت يا ابو علاوي، شنو سالفتك؟ مطر. وينك يا عمي؟ خل اطق لك صوره ابو علاوي الخضار. سوي حركه. يا حركه انا قمصلتي. ابو علاوي هذا بيض مال ديناصور هنا لقيت. بيض مال بطني، بيض ما بشي والله. وينه؟ النبي هنا بالماي لقيته، حتى نايمه جوا يعني. شوفني اياها بالله، شوفني اياها. ياكلك انا هذا اللي ياكله، هذا كنا غراب ذاك الاسود ياكله. ذاك الطير الاسود؟ هذا الطير الاسود الخبيث ياكل بيض البط. هو هذا حظنا صايد لنا عامود. ابو علاوي شوفنا صوره السمكه انت صايدها، شوفني اياها. ابو علاوي هاي السمكه شو وقت صدتها؟ قبل 3 ايام. جيت الظهريه بثلاثه والله يجب. ايه بس والله حلوه. شوف هناك ايش قد بالله ايش قد طولها يعني هيك بيدك اشر. مو والله زين حلو. هذا 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 بعد جاي ياكل البيض. خلينا نكشه. تعالك شوف ايش لقيت ابو علاوي. ها شنو هاي؟ افتحتها مال لؤلؤ عيني. هاي العاب والله مشلبه بالشص. طلعتها هاي مال لؤلؤ. ماكو لؤلؤ اي؟ خلينا نضربه هنا. ابو علاوي خامط اللؤلؤ وشامرها. ليش هيجي؟ سبحان الله شلون تصير الوان. خلينا نرجعها بالمي حتى تعيش من جديد. ها شنو القاع متروسه اليوم من هاي الاشياء؟ هذا شو يسموه هذا ابو علاوي؟ هذا شو اسمه؟
هذا زلنطح يمكن. قوقع. قوقع؟ لا يمكن زلنطح. هذاك الحيوان خبلني صار له ساعة ياكل بأكل البط. ومشولي منه. راح نغادر هذا المكان لأن ماكو ولا سمكة هنا. فراح نروح نطلع بغير مكان. راح يعوف السمك أبو علاوي. طقت روحه يريد له سمكة ماكو. ما تشريبه والله. شنو ما تشريب؟ كيف مشتك بطه غير تشريبه دباه شلون؟ شلون بط هذا صدق ما تشريب؟ طعمه طيب لو محمد؟ خرافي. الله وخالي قلوب. هاي شنو قلوب؟ هاي بومة طلعت. هذا انا مت على هذا. العب بع الصقر خاله هناك. حديقة الحيوانات مسويها. خالك هنا دبدوب باندا. دي انا. خلنا نشاقه وياك شبيك؟ قوم انزل. خلنا ننزل انهزم اوقف هذاك ابو علاوي غالي وغالي رايحين الحديقة انا وابو علاوي راح نلعب طوبة كرة طائرة وناخذ البايسكل الله الله شنو خلى هذا هنا؟ انا ايش عليه انت ما تمشي عدل خلاه صح والله عتر عتر وصلنا للحديقة طبعا راح نلعب انا وابو علاوي جزاءات اول شيء ابو علاوي راح يصيد وانا اشمر عليه فيلا خلنا نطلع الطوبة يلا ابو علاوي اريدك تنزع حذائك وتشوي تخوش تشويت اوكي هاي الطوبة طبعا ما شو اسمه ما الطائرة بس احنا راح نلعب بيها يلا كنفخنا اياها ابو علاوي مو تفجرها علينا معود بالله بعد اثنين ها هي ها هي بعد واحدة زيادة ها هي يا معوه بربع ولك طبت بالكاميرا خليل ام كذا انا راح ارد حذائي حتى العب زين القاع رطبه كلها مي كانت تمطر الدنيا وتحول الجو سبحان الله ابو علاوي خلينا نشوف والله شويت لي فوق برجلك حيل ايش قاعد توصل تكتك خلينا نشوفك جاي تسوي تكتكة واحدة اثنين والطوبة اصلا هي مو ما الطوبة الطوبة اصلا مو ما الطوبة شوف راح نلعب ضربات جزاء ونشوف من يقول على الاخ انا الفزت ابو علاوي خسر طبعا فزت على ابو علاوي ابو علاوي انت الخسران ابو علاوي دوس لنا راح اراوكم شيء الا بشده والله يلا شوفنا تعالوا خلينا نشوف ابو علاوي ايش راح يشوفنا ما جبت حذاي هناك يلا انا لبست حذاي وغدرت بيك شوفوا الجمال ابو علاوي طبعا انا ما جاي هنا ابد انا اليوم اول مره اجي والله الصراحه ابو علاوي جبتني المكان خرافي بعد ما يسمع ما يسمع صوت ما يجي هذا ذب النمل نمل جاي يطير عليك والله شنو هاي مع الصوت غير منظر حلو ما شاء الله هذا المكان انا ما جاي ابد هسه ابو علاوي اكتشفه ابو علاوي اول مره تجي؟ اي والله ما طاب لي هنا يعني هذا المكان بس هنا طالع برا طبعا شاملين قزاز هنا خلينا نشمره بالنهر حتى ما حد يدوس عليه لان هسه جاء ابو علاوي حافي اقول لك خاف هذا منه معسكر هسه يشيلونه
اختي كانت على هنا واقف. هو شنو؟ العب هستونا كنايم المي. طبعا المسافة هاي والله ما اقدر اوصف لكم اياها، عالية عالية حيل. شوفوا شلون عالية، شو بسرعة صعدنا على هاي المسافة ما ادري، من ساعة كنا هناك بس طلعنا هيج رأسا صارت هاي المسافة عالية، شلون ما ادري. جاي تزروق هناك قبل عصبات، جاي تعصبات واعطيك 100 دولار. مناطق غريبة والله هاي. تعال ابو علاوي. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. شوف شنو هاي المنطقة الغريبة. هذا المي اللي ياخذه بعد ما يرجعه. شوف مي قوي كلش. شوفوا هذا الزاغور ما ادري شنو، مال حيه ما ادري حيوان. نوب لابس حذاء ابيض والطين وصل للركبتي. هذا علاوي ابن ابو علاوي، انا نصيح لابو علاوي. علاوي شلونك؟ زين. شخبارك؟ زين. انت تبغى على بابا من يطلع بالفلوقات؟ اي. تحب فلوقاتنا لو لا؟ اي. شلونك؟ زين. شلون صحتك؟ انت تبغى على الفيديوهات مالتنا؟ نوب. شلون؟ كاندي. ها؟ قاعد اخذ كاندي. ليش؟ ياكل كاندي هذا؟ ياكل حلويات؟ باع سنونه خايسه من الحلويات. باي باي. اليوم الثاني بعد ما رجعت من ابو علاوي، اليوم الجو مطر، همين ما لواهس واحد يطلع بيه. او هسه يمكن راح تطلع شمس، لان من هناك شمس جاي اشوفها. هاي الصوره انا وابو علاوي اخذناها، طبعا كانت اكو احتفاليه او مثل ملعب وطقوا لنا اياها ببلاش. هاي وحده وهاي الثانيه الوحده طقتها، طبعا قبل يجي ابو علاوي شنو طاقها. سياره الاوباما البارحه جبتها او 300، طبعا اليوم رجعتها وجبت سوناتا مالتي، لان السوناتا ما تصرف بنزين. هذيك السياره الاوباما طبعا مالت اخويا مو مالتي، بس هو عادي يعني يقدر يطلع مفتاح اي وقت. طبعا رمضان بعد له كم يوم ان شاء الله، اذا قدرت اصومه كله. هاي جيراننا خالينها لان ابنهم معوق يمشي على العربانه. هذا جيراننا الثاني حافر القاع لان يزرع هنا دائما. خلينا نعرف السياره اليوم نطلع بالبايسكل احسن. الجو ما شاء الله اليوم خرافي صدق مال البايسكل. شنو لقيت بالشارع؟ عمدان واقع من الشجره، فتعالوا خلينا نشيلها حتى نسوي خير. شبيك؟ كم مزر دبدي الفيديو؟ اقصد ابدي بحكي وياكم. طبعا حاليا جيت يم يوسف جاي يسوي لي اللابتوب مالتي، هاي جاي يفرمتها. طبعا هي مو مالتي، مالت ابوي، فيوسف بروفيشنال. شوفوا هسه مات صار عصبي ما يدري بالكاميرا. هاي شنو البي سي مال يوسف؟
هاي غلاظة هنا مال البروفيشنال. سمع صوت الكيبورد مالته. لابتوب هنا مكسر جاي يصلح بيه. شنو هذا اللابتوب؟ هذا صلحه. صلحته؟ من المدرسة. شو اسم هاي اللعبة اقول لك؟ PUBG Player Unknown Battlegrounds. خايسة شو الجرافيكس مالتها مو حلو. شنو كله بلو. ها؟ كله بلو. خلي الجرافيكس كلش قوي بالله. لا. باركاي آل 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 لطفاً آل. هنيا فوريو باركاي سام دبلدون. قلت لك. واللي هنا وصل لنهاية هذا الفيديو. ان شاء الله الفيديو عجبكم، واكيد اذا عجبكم لايك، واللي ما مشي بقناتي يشترك. وش بالكرسي هذا جاي يفتر دوخني. ويلا مع السلامة.